قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض. بعد أن خلق الله الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه علم الأسماء وأسجد له ملائكته وكرمه، بعد ذلك كله مكنه، التمكين بعد كل ده، وسخر له الملك والملكوت. قال تعالى: وسخر لكم. لكم دول اللي هم مين؟ احنا الإنسان. ما في السماوات، ما دي للاستغراق، ما في السماوات اللي هو الملكوت، وما في الأرض جميعا منه، هدية منه. وربط ذلك بالتفكر: إن في ذلك لآيات، أي معجزات، لقوم يتفكرون. فربط التسخير بالتفكر، كل ما تتفكر أكتر كل ما التسخير يبقى